آخر مرة غسلوها غسلوها بالدموع، ادفنوها قبرها قبر اليتامى، قبرها قبرها قلب اليتامى، يا زهراء قبرها قلب اليتامى، قبرها قلب اليتامى. السلام عليك يا فاطمة، المشاعر جوهرة تختزل كل ذاكرة، ترجعي وياها ورا لما تتذكر، كل شعورك تذكره، كل تفاصيل الجرى، تلقى روحك حاضرة والصور تحضر. المشاعر جوهرة تختزل كل ذاكرة، ترجع وياها ورا لما تتذكر، كل شعورك تذكره، كل تفاصيل الجرى، تلقى روحك حاضرة والصور تحضر. لوه كالحبايب مرت بمصايب، تبقى لي غذايب من تمر صوارها، جنة مو مكانك، جنة مو زمانك، ترجعي بجنانك، ترجعي لدغارها. لوه لك حبايب مرتي بمصايب، تنظر الغذايب من تمر صورها، جنة مو مكانك، جنة مو زمانك، ترجعي بجنانك، ترجعي لدغارها. المشاعر جوهران تختزل كل ذاكرة، ترجعي وياها ورا لما تتذكر، كل شعورك تذكره، كل تفاصيل الجرى، تلقى روحك حاضرة والصور تحضر. لو غلاك حبايب مرتي بمصايب، تبقى بي غذايب من تمر صوار، جنة مو مكانك، جنة مو زمانك، ترجع بجنانك، ترجع لدغرغ. لو هلاك حبايب مرتي بمصايب، تبقى بي غذايب من تمر صوار، جنة مو مكانك، جنة مو زمانك، ترجعي بجنانك، ترجعي لدغارها، ترجعي بجنانك، ترجعي لدغارها، اي وترجعي بجنانك، ترجعي لدغارها. اي علي بهالليلة بالحسرة، اي حضار عدم ادفن الحرة، اي وظل يتألم ويذكر، اي ظلامة فاطمة الزغرة، اي جور زفرة بعد زفرة، اي ويذكر ساعة العصرة، الله وتطلع بالألم روحه إذا يتذكر السطرة، إذا يتذكر يجر زفرة بعد زفرة، يجر زفرة بعد زفرة،
ويذكر ساعة العزرة وتطلع بالألم روحه إذا يتذكر السطرة إذا قعد متربع بحزنه اي سمع وسط القبر ونه الله الى دموعك الى ونينك اي يا حيدر ضجت الجنه اي لدارك يا علي درجع ابد ما ينشف المدمع أخاف أنزين بيتناظر لبابي تذكر وتفزع لبابي تذكر وتفزع صدرك لدارك يا علي درجع أبد ما ينشف المدمع أخاف أنزين بيتناظر لبابي وتذكر وتفزع لبابي تذكر وتفزع علي بهالليلة بالحسرة اي حضر عدم ادفن الزهرة اي اظل يتألم ويذكر ظلامة فاطمة الزهرة اي جور زفرة او بعد زفرة ويذكر ساعة العصرة وتطلع بالألم روحة إذا يتذكر السطرة إذا بعد إذا يتذكر إذا يتذكر قوم رجع الحسن قايم من منامه خوفي يا ابو الحسن هذه الظلامه مسماري يا علي لا زال بمكانه تدري بعد شسوي بحال اليتامى ما حد إليهم خوفي عليهم ومصاب بيهم يتوجر نار حال الرزية يحمل أذية باقي أثرها برسوم الدار باقي أثرها برسوم ما حد إليهم خوفي عليهم ومصاب بهم يتوجر نار حال الرزية يحمل أذية باقي أثرها برسوم الدار باقي أثرها بعد باقي أثرها عجل يا ابو الايمة والحق على حسين مكشوف غامته يصفج حزن بيدن مسباح ينظر ينظر للمصلى عن هالمصلى نقرج يا الوالدة وين عينه حزينة زايد ونينة تعرف يا حيدر عن حزن شلون يضج العرش له والجنة لجله ما جت بهلها وتهاوى الكون ما جت بغلها عينه حزينة زايد ونينة تعرف يا حيدر عن حزن شلون يضج العرش له والجنة لجله ما جت بهلها وتهاوى الكون ما جت بهلها بعد ما جت بغلها قوم رجع الحسن قايم من منامه خافي يا ابو الحسن تاذيغ الظلامه مسمار يا علي لا زال بمكانه تدري بعد شو اسوي بحال اليتامى علي 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 وما حد إله
تفجر نار حال الحزينة يحمل أذية باقي أثرها برسوم الدار باقي أثرها برسوم الدار بعد باقي برسوم الدار وعجل يا ابو الأيمة والحق على حسين مكشوف غامته يصفج حزن بيدين مسباح ينظر للمصلى عن هالمصلى نورك يا الوالدة وين عينه حزينة زايد ونينة تعرف يا حيدر عن حزن شلون يضج العرش له والجنة لجله ما جت بغلها وتهاوى الكون ما جت بهلها وتهاوى الكون وما جت بهلها وتهاوى الكون غسلوها بالدموع ادفنوها بالضلوع غسلوها ادفنوها قبرها قلب اليتامى قبرها قبرها وانت تريح يا شباب وانت تريح غسلوها غسلوا قبروها قلب اليتامى قبروها أسدل أستار المساء والمدينة ناعسة وابتدى ليل الأسى والحزين خيم هجموا بنار وجزل من حقيدهم يشتعل والقدار دم عيهل دم يجري دم أسدل أستار المساء والمدينة ناعسة وابتدى ليل الأسى والحزن خيم هجموا بنار وجزل من حقيدهم يشتعل والقدار دم عيهل دم عيجري دم آمر الدعية زمرة السقيفة والظلم حليفة يجلبوا لحيدر حاطوا الرسالة طغمة العمالة هذه والله حالة ما مثلها مامر آمر الدعية زمرة السقيفة والظلم حليفة يجلبوا لحيدر حاطوا الرسالة طغمة العمالة غاذي والله حالة من مثلها مامر أسدل أستار المساء والمدينة ناعسة وابتدى ليل الأسى والحزن خيم هجموا بنار وجزل من حقيدهم يشتعل والقدر دم عيهل دم عيجري دم أسدل أستار المساء والمدينة ناعسة وابتدى ليل الأسى والحزن خيم هجموا بنار وجزل
من حقيدهم يشتعل والقدر دمعه يهيل دمعه يجري دم آمر الدعية زمرتي السقيفة والظلم حليفة يجلبوا لحيدر حاطوا الرسالة طغمة العمالة هذي والله حالة من مثلها ما مر هذي والله حالة من مثل أمر الدعية زمرتي السقيفة والظلم حليفة يجلبوا لحيدر حاطوا الرسالة طغمة العمالة هذي والله حالة من مثلها ما مر هذي والله حالة من مثلها ما مر بعد هذي والله حالة من مثلها ما مر جنودي بكل كتر تشهر اي عداها للولي حيدر ايدي قلة اخرج وبايع اي بعد عينك من تصبر اي تعال انت وبايعنا اي ترى نهجم ولا يهمنا اي اجينا احنا في كثرتنا اي الك نحمل ضغايننا الك نحمل اي تعال لنا وبايعنا اي ترى نهجم ولا يهمنا اي اجينا احنا في كثرتنا اي الك نحمل ضغايننا الك نحمل اسمع وحست فاطمة مجيغم اي وراحت تنشد عليهم اي تقلهم خافوا من الله الله ولا ينفع عبد فيهم تناديهم ولا فيهم اي قلب واعي واذن تسمع يسبوها يشتموها ولا واحد له يتورع ولا واحد تناديهم ولا فيهم قلب واعي واذن تسمع يسبوها يشتموها ولا واحد له يتورع ولا واحد صدرك تناديهم ولا فيهم قلب واعي وذن تسمع يسبوها يشتموها ولا واحد لها تورع ولا واحد جنود بكل كثر تشغار عداها للولي حيدر اي دقل الاخرج وبايع بعد عنك من يتصبر تعال لنا وبايعنا ترى نهجم ولا يهمنا اجينا احنا في كثرتنا إليك نحمل ضغايننا إليك نحمل إليك نحمل من حسة العدا تدخل في خدر غايا من حسة العدا تدخل في خدرها بالبغتة ولا بحارة من أمرها
سترها ما خافت للجرى بس همها سترها والباب اللي التجت له وصفة عصرها من حسة العدا تدخل في خدرها بالبغتة واللهب حاربت من أمرها ما خافت الجرى بس همها سترها والباب اللي التجت له وصفة عصرها زادت ألمها إلى طمة وجنها وعظم محنها جرح المسمار لطمة ولعيني ذبحة وجنيني فضة سنديني وين الكرار فضة سنديني بعد فضة سنديني وجنغ وعظم محنغ جرح المسمار لطمة ولعيني ذبحة وجنيني فضة سنديني وين الكرار فضة قالت يا فاطمة قادوه بسلاسل ودموع الضلع يا محزونة تهمل قالت يا فضة دمي يفدي لابو حسين ما نرضى للأبد نبقى بعيشة الذل ما همني ضلعي ما همني صفعي ما همني دمعي ما همني الصغر همي أشوفه لا ما أعوفه لجله لهوفه ودمعين الثار لجله لهوفه ودمعين وما همني ضلعي ما همني صفعي ما همني دمعي ما همني الصغر همي اشوفه لا ما اعوفه لجله لهوفه ودمعين الثار لجله لهوفه ودمعين بعد دمعي لشوفه ودمعين من حسة العدة تدخل في خدرها بالبغتة واللغب حارت من أمرها ما خافت الجرى بس همها سترها والباب اللي التجت له وصفة عصرها علي علي اي زادت ألمها لطمة وجنها وعظم محنها جرح المسمار لطمة ولعاني ذبحة وجنيني فضة سنديني وين الكرة ويا الزهرة فضة سنديني بعد 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 فضة وعظم محنها جرح المسمار لطمة ولعاني ذبحة وجنيني فضة سنديني وين الكر فضة فضة سنديني قالت يا فاطمة قادوه بسلاسل ودموع للضلع محزونة تهمل قالت يا فضة دمي يفدي أبو حسين ما نرضى للأبد نبقى بعيشة الذل ما همني ضلعي ما همني صفعي ما همني دمعي ما همني الصار همي أشوف لا ما أعوف لجلة لغوفة ودمعين الثار لجلة لغوفة بعد 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 لجلة لغوفة ودمعين الثار بعد 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 لجلة لغوفة ودمعين الثار ولجلة لغوفة ودمعين الثار وما همني ضلعي ما همني دمعي ما همني الصار همي أشوفه أو لا ما أعوفه لجلة لهوفة ودمعين الثار لجلة لهوفة وقالت يا فاطمة قادوه بسلاسل ودموع للضلع يا محزونة تهمل قالت يا فضة دمي يفدي لابو حسين ما نرضى للأبد نبقى بعيشة الذل ما نرضى للأبد
نبقى بعيشة الذيل. غسلوها بالدموع وادفنوها بالضلوع. غسلوها بالدموع وادفنوها بالضلوع. قبرها قلب اليتامى، قبرها قلب اليتامى، قبرها قبرها قلب غسلوها غسلوها بالدموع وادفنوها بالضلوع. غسلوها بالدموع وادفنوها بالضلوع. قبرها قلب اليتامى، ارفع ايدك ويا الزهراء. قبرها قلب، ما شاء الله بالشباب. قبرها قبرها قلب اليتامى، قبرها قلب اليتامى. مأجورني يا أخوان، هذه إن شاء الله آخر فقرة وأسألكم الدعاء. دم من ليل جرى داعيا رب الورى، هامسا فوق الثرى بالشكايات. في البقيع نثرا قانيا بل أحمرا، بعيني ما أرى أم خيالاتي. دم من ليلا جرى داعيا رب الورى، هامسا فوق الثرى بالشكايات. في البقيع نثرا قانيا بل أحمرا، بعيني ما أرى أم خيالاتي. بعيني ما أرى أم خيالاتي. من أتى مصابا وروى التراب، خاطري أذابا شاغلا لبالي. رد لي جوابا يا أخي مثابا، ما أرى سرابا ما أنا مغالي. من أتى مصابا وروى التراب، خاطري أذابا شاغلا لبالي. أرد لي جوابا يا أخي مثابا، ما أرى سرابا ما أنا مغالي. ما أرى سرابا ما أنا مغالي. دم من ليلا جرى داعيا رب الورى، هامسا فوق الثرى بالشكايات. في البقيع نثرا قانيا بل أحمرا، بعيني ما أرى أم خيالاتي. دم من ليلا جرى داعيا رب الورى، هامسا فوق الثرى بالشكايات. في البقيع نثرا قانيا بل أحمرا، بعيني ما أرى أم خيالاتي. من أتى مصابا وروى التراب، خاطري أذابا شاغلا لبالي. رد لي جوابا يا أخي مثابا، ما أرى سرابا ما أنا مغالي. من أتى مصابا وروى التراب، خاطري أذابا شاغلا لبالي. رد
أجلي جوابي يا أخي مثابة ما أرى سرابا ما أنا مغالي ما أرى سرابا ما أرى سرابا ما أنا مغالي دما تشكو مآسيها اي تبث الله ما فيها اي بستر في لياليها اي اتى فجر ليبديها اي فمن حين الى حين اي تناديني وتشجيني من الآلام ترويني وكسر الضلع يدميني وكسر الضلع حرك بارك الله فيك فمن حين إلى حين تناديني وتشجيني من الآلام ترويني اي وكسر الضلع يدنيني وكسر الضلع يدنيني اي سطور من معاناتي اي وآلاف الحكايات اي بقطرات الجراحات اي تداوي بالظلامات ترابات ترابات نديات فجيعات كما الثكلى معاناة جراحات ودعوات من الأشلاء ودعوات من الأشلاء ما سر ما جرى في أرض المدينة قامت بحزنها من ثوب السكينة يا من آمن يا ترى أتى بالضلع الكسير من جاء نازفا بالروح الحزينة فلتفهموني فلتفهموني فلتعلموني هاجت عيوني والقلب احتار أمر عجيب حال غريب هيا أجيب ماذا هيا أجيب عن ماذا صار هيا أجيب فلتفهموني ولتعلموني هاجت عيوني والقلب احتار أمر عجيب حال غريب هيا أجيب عن ماذا صار هيا أجيب عن ماذا صار سلمان قال عن هذا لا تسلني من عظم ما جرى حزنا ذاب جفني قد هاجم الهدى والزهراء تشكو لله ما جرى من هذا التجمني علي علي سلمان قال عن هذا لا تسلني من عظم ما جرى حزنا ذاب جفني قد هاجم الهدى والزهراء تشكو لله ما جرى من هذا التجني لله ما جرى من هذا بنت الرسالة في أي حالة أين العدالة بل أين الثار قد روعوها بل جرحوها ظلما أتوها واحتلوا الدار ظلما أتوها واحتلوا بيت الدعاء ظلما أتوها بنت الرسالة في أي حالة أين العدالة بل أين الثار قد روعوها بل جرحوها ظلما
من أتوها واحتلوا الدار بل ظلموها واحتلوا ما سر ما جرى في أرض المدينة قامت بحزنها من ثوب السكينة من يا ترى تعب الضلع الكسير من جاء نازفا بالروح الحزينة من جاء نازفا بالروح فلتفهموني فلتعلموني هاجت عيوني والقلب احتار أمر عجيب حال غريب هيا أجيبوا عن ماذا صار هيا أجيبوا بعد هيا أجيبوا بيت الدعاء بيت الدعاء ماذا أجيبوا عن ماذا قوم ارجع الحسن قايم من منامه خوفي يا ابو الحسن تاذيه الظلامه مسمار يا علي لا زال بمكانه تدري بعد شو اسوي بحال اليتامى اي ما حد لهم خوفي عليهم ومصاب بيهم يتوجر نار حال الرزيه يحمل اذيه باقي اثر غابر سوم الدار باقي اثر غابر سوم الدار